بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع النهاردة هنتكلم عن الإيمجز. الإيمجز هو عندي نوعين ممكن أجيبهم، يا إما صورة أنا هاخدها سواء من إكس راي أو من عيان أو من سبيسمن أو من أوبراتيف، يعني أنا شغال جوه العملية تمام وحد بيصور لي، أو أنا بصور تمام لحد شغال في العملية، أو الصورة دي أنا واخدها من الإنترنت أو واخدها من واحد صاحبي بالموبايلات مثلا أو من على الكمبيوتر الخاص بتاعه، أي مكان السورس اللي هاخدها منه، يا إما هاخدها أنا يا إما هاخدها من حد تاني تمام. لو صورة أنا هاخدها بنفسي هنتكلم عليها، لو الصورة هاخدها من حد تاني عندي صورة يا إما جود كواليتي يا إما باد كواليتي، يا إما الصورة عايزة إيديتنج وشغل هشتغلوا فيها نفس اللي هعمله مع الصورة بتاعتي، يا إما الصورة كويسة وأنا هستعملها على طول كده. برضو الصورة اللي أنا هاخدها يا إما هي صورة كويسة مش محتاجة أي تعديلات، يا إما فيها بعض الديفكتس أنا هعدلها. أوكي الصورة، بس في حاجة للصورة اللي أنا هاخدها عن طريق العمليات تمام، الكشافة العملية مهم جدا، إن أنا أبعد الكشاف عن الفيلد وأخد الصورة، ما اقولش بقى ايه الاضاءه دي هتديني صوره احسن، لا ابعد الكشاف على العمليات عن الفيلد وصور بالكاميرا او بالموبايل بتاعك هيلقط لك صوره كويسه، لو الكشاف في العمليه هيلقط لك صوره وحشه. اوكي دي مع دي حته صغيره بس كنت احب اقولها لكم. لو حد عنده مشاكل مثلا في اثناء لقط الصور او بيتواجهوا مع الصور ممكن نسمعها قبل ما نبدا، مش هنجاوب عليها بس انا هسمع المشاكل عشان لو في حاجه نقولها وانا بنتكلم. ها تفضل. لا البرزنتيشن هنتكلم عليه بقى ده حاجه ثانيه، بس اقول لك الفيديوز دي ليها سبيشال، انا مش هقدر بقى طبعا اخد الكشاف بعيد عن العمليه وما هيشتغل هيشتغل ازاي، انما في حاجات مجهزه في كاميرات مجهزه وفي كشافات فيها كاميرا دي حاجه ثانيه. اوكي ممكن اقلل اللايت اكسبوجر بتاع الكاميرا اللي انا بصور بيها عشان ما تلقط لي صوره دارك مع الاضاءه بتاعه الكشاف تلقط لي صوره كويسه. اوكي لو انا هصور فيديو اتفضل. طبعا حضراتكم عارفين ان الصور حاجه مهمه جدا في شغلنا تمام، وكل ما كانت الصور اكتر في البرزنتيشن بتاعي او في البيبر بتاعتي كل ما كانت احسن ولها قيمه اعلى وبتديني تعبير اكتر من الكلام كمان في بعض الاحيان. كل ده هيذكر ان شاء الله. طيب ايه بقى الحاجات اللي مطلوبه مني تمام، سوري ايه الحاجات المطلوبه مني بقى عشان القط صوره تمام. لو انا هلقط اكس، لو الصوره العاديه ما يبقاش انا واقف في اتجاه الضوء عشان الظل بتاعي ما يبقاش موجود على الصوره يضلم لي الصوره. اوكي او الاوبجكت اللي انا هلقطه ما بقاش انا واقف في الضوء جاي من وراي، لازم الضوء يبقى جاي من قدام على قد ما اقدر. اوكي لو انا هلقط صوره اكس راي يبقى هحطها على الكشاف بتاع الاكس راي. ليه؟ لو انا حطيتها في الشمس او انا حطيتها في اضاءه اللمبه هيبقى الضوء مركز على حته معينه من الام من الاكس راي والباقي كله مظلم، فبليز لو كان في السكرين بتاعت الاكس راي يكون افضل لانها بتشتت الضوء وبتوزعه بالتساوي على كل اجزاء الاشعه. اوكي الحاجه الثانيه في بعض الاكس في بعض الكاميرات وبعض الموبايلز بيبقى في حاجه اسمها لايت اكسبوجر، لو موجوده الاوبشنز ده او مش موجود، هو ممكن يبقى موجود او مش موجود، لو مش موجود خلاص، لو موجود ان انا بلقط على الاكسبوجر العادي وبلقط صوره ثانيه بعديها باكسبوجر بلس 1 او اعلى شويه،
اللي هو باخد إضاءة زايدة شوية خلاص، وبعمل كومباريزون ما بين الصورتين والأحسن باخدها ماشي. يعني ممكن الصورة العادية تبقى مظلمة شوية، بدي لايت اكسبوجر أعلى. كل دي نوتس، يعني اللي عايز يستعملها يستعملها، واللي مش عايز يستعملها ما يستعملهاش، يعني هياش قواعد. أنا بقول أحسن حاجة نقدر نعملها ونستفيد بيها في لقطة الصور إن شاء الله. البوزيشن بتاع الكاميرا إن يكون رايت أنجل على الأوبجكت اللي أنا هلقطه، سواء كانت أشعة أو كانت صور أو عيان أو كلام من ده، تمام. ويكون السنتر بتاع الصورة أو الحاجة اللي أنا هلقطها في السنتر بتاع الكاميرا بتاعي خلاص. السؤال اللي انت حضرتك بتسال عليه ماشي، لما بلقط صوره بحاول ابقى سنترلايز، اوكي، مش لازم ابين ان ده في ده سايد مثلا، ده ليج، الكلام ده كله ممكن تذكره بعد كده في الكومنت على الصوره، او لو انت عايز تلقط بقى توسع الفيلد بتاعك وسع براحتك، اوكي. الحاجه الثانيه ان انا اقرب على قد ما اقدر عشان القط الديتيلز بتاعت الصوره، اوكي، ما بقاش بعيد قوي. الحاجة الثالثة ان الالبوس تو ذا سيست، ان انا دراعاتي بتبقى جنب جسمي. ليه؟ شيكينج. لو انا عامل كده بيبقى فيه شيكينج ضعيف جدا، انا ما بلاحظوش، بس الكاميرا بتتأثر بيه، بيديني هزنس خفيف في الصورة، ممكن يأثر على الكواليتي بتاع الصورة، اوكي. طبعا في بعض الكاميرات فيها انت شيكينج وحاجات كده، بس انا بقول يعني ايه اللي عنده حاجات على قدنا، يعني زي اللي انا بستعملها. بعد ما باخد الصوره بعملها تشيك، بشوفها، مش اخد الصوره وبعدين اخد اللي بعديها واخد اللي بعديها، لا، بعد ما باخد كل صوره وببص عليها، هل لقطت كل الديتيلز اللي انا عايزها، كل الاجزاء اللي انا عايزها باينه في الصوره اللي انا لقطتها ولا لا. بعد كده بحملها على الكمبيوتر الخاص بتاعي، ما لعبش فيها الايديتنج او تظبيط الصوره. في بعض الكاميرات، بعض الموبايلات فيها برامج ايديتنج انا مش عايز استعملها، انا عايز استعمل برامج بسيطه تمام، وبرامج قويه في نفس الوقت، ممكن بتبقى دي موجوده في الكمبيوتر اكتر. سوفت وير بتاع الكاميرات وبتاع الموبايلات ما بيبقاش قوي زي البرامج بتاعه الكمبيوتر. اللي متعود ان هو يعمل ايديتنج بالبرامج بتاعه الكاميرا بتاعته خلاص، اوكي، مفيش مشكله. البرنامج اللي انا بريكومند لكم ان شاء الله هو البيكاسا. البيكاسا ده برنامج فور فري موجود على الجوجل، موقع جوجل، تمام. مستو عن بقيه البرامج، وفي برامج كتير جدا، في البرنامج بتاع الاوفيس، الاوفيس فيه بيكتشر مانجر، في الاكاد سي، في طبعا الفوتوشوب طبعا لو حد يشتغل عليه، يعني في انواع كتير جدا من البرامج. اللي بيعرف يشتغل على برنامج اوكي مفيش مشكله، بس انا بقول اللي ما بيعرفش يشتغل على برامج او ما عندوش خبره في الحاجات دي، انا برشح له البيكاسا. البيكاسا ده ميزته ان هو ما فيهوش ليست او ما فيهوش الويندوز، نظام القايمه بتنزل واسماء فانكشنز انت ما تعرفهاش او ما تعرفش دي بتعمل ايه، لا، التاني عباره عن ايكونز، أيقونة تتكي عليها. فأنا قصدي إن هو سهل في الاستعمال وفي نفس الوقت قوي، يعني ما هوش ضعيف، في إمكانيات عالية جدا، وهو في نفس الوقت مجاني، وما هوش شير وير مثلا إن هو هيدي لك فاليديتي مثلا مدة أسبوع شهر، أو يقول لك إن استعمال مثلا كم مرة ويفصل، لا، هو فور فري. هو فيه امكانيات كثيرة جدا، بس انا اخترت لكم بعض الحاجات اللي انا اعتقد ان هي ممكن احنا نستعملها، يعني الحاجات اللي احنا ممكن نحتاج لها. انا حاولت ان انا سمرايز لكم في كم خطوة كده، تمام. اللي عايز يزود عن كده اوكي، يعني شايف ان هو محتاج حاجات اكتر من البرنامج ده يستعملها، اوكي، مفيش مشكلة. بس اللي مش عايز، اللي عايز حاجات بسيطة وسهلة يقدر يعمل بها ايديتنج، ممكن يستعمل الخطوات ديت وان شاء الله يوصل لصوره كويسه ومعدله كويسه. اول حاجه الستريتنينج، الكاميرا احيانا الصوره بتبقى مايله يمين شمال، ما هياش ستريت. لو انا بقى طبعا ما كنتش رايت انجل على الصوره بتاعتي، لو انا ما كنتش سنترلايز على الصوره بتاعتي، ممكن تبقى
فيها زاوية أو فيها ميل. ممكن برضو لو صورة أنا واخدها من واحد صاحبي أو صورة هي أصلا مش كويسة ممكن أصلحها. أوكي. الكروبينج، الكروبينج ده بيشيل لي الطروف اللي هي التريمينج، اللي أنا بقصقص الطروف اللي ملهاش لازمة. حاجة داخل على الصورة أنا بلقط أشعة مثلا وفي حتة بيضة من الشاشة، العيوب اللي أنا ممكن تظهر لي في الطروف بتاعت الصورة ممكن أقصها بالكروبينج. خلاص. الرتوش بلمشز، الرتوش بلمشز مثلا احيانا الصوره بيبقى فيها بعض الحاجات ان انا مش عايزها جوه الصوره. طب انا الكروبينج انا بشيل الاطراف، طب اللي جوه بقى مش ما ينفعش اعمل له كروبينج. بالرتوش بلمشز بقدر اداري الديفكت ديت. تمام. حاجات تانية مثلا في الاشعاعات احيانا بيبقى مكتوب اسم المريض وانا عايز اشيله، بعض البيانات بتبقى مكتوب عايز اشيلها ممكن اشيلها بالرتوش بلمشز. الايديتنج تكست، الايديتنج تكست ده لو انا عايز اكتب حاجه على الصوره، لو انا عايز اكتب كومنت، اسم عيان، تاريخ، وات ايفر، ممكن اكتب بالايديتنج تكست. والادجست برايتنج كونتراست، الاضاءه، درجه الاضاءه في الصوره لو مش عاجباني ممكن اعدلها بالخاصية ديت. ومش كده وبس، لان في كل الحاجات اللي انا بقولها لكم ديت فيها حاجة اوتوماتيك، يعني هو اوتوماتيك بيظبط لي البرايتنس والكونتراست لو انا مش عارف اظبطها. لو انا عايز اعتمد على الجهاز ان هو يظبطها لي، البرنامج بيظبطها لي. لو انا عايز اظبطها انا بنفسي اوكي. هنشوف دلوقتي، هنديكم مثال حي عن الموضوع ده ونوريكم ان شاء الله بيتعمل كل الكلام ده. الكونفرت اكس ري تو مونوكروم ده مهمة جدا الحتة دي بقى. هو ده هيفيدنا اكتر في الاكس رايز. الصور العادية هي ملونة خلاص اوكي مفيش مشكلة. الصور بقى اللي هي الاكس رايز، الاكس رايز احيانا اللي هي مش ديجيتال بتبقى الاحماض مدينة جرينش، او احيانا بيبقى بلويش ديسكالريشن، بتبقى مخدرة او مزرقة شوية من الاحماض. تمام. لما بلقط صوره وهي ابيض واسود، يعني انا بلقط الصوره الاكس راي ابيض واسود انا مش محتاجها الوان، بس هو محملها الوان، الكاميرا اللي انا لقطت بيها محملها الوان، الا لو كان عندي خاصيه انها بتلقط ابيض واسود دي حاجه تانية. اوكي. انا بتكلم على الكاميرات البلين بتاعتنا العاديه خالص او كاميرات الموبايل. فدلوقتي الصوره عيبها ان هي متحمله الوان وانا عايزها ابيض واسود اوكي، او فيها كلر انا مش عايزه. ايه عيب الالوان وايه عيب الكلر؟ عيب الكلر طبعا بيعيب لي الصوره نفسها اللي هو التنج ده، وعيب الالوان ان الالوان بتبقى الصوره او البيكتشر مساحتها كبيره. يعني انا مش عايز المساحه كبيره، انا كل ما كانت الصوره مساحتها صغيره كل ما كانت كويسه بالنسبه لي. ليه؟ اقدر اعمل لها شيرنج على النت كويس، اقدر احطها في البيبر بتاعتي او في الباوربوينت برزنتيشن او كده، بتبقى خفيفه في التحميل والكلام ده كلته. فانا كل ما قللت حجم الصوره وما اثرتش على الكواليتي بتاعتها كل ما كان احسن. فانا لما احول الصوره من الخاصيه دي بتحول لي الصوره من كلر لمونوكروم، احادي اللون اللي هو ابيض واسود بس، فبالتالي تديني مستين. لو انا عندي تينج كلر هتخلص منه، لو انا عندي ابيض، لو انا عندي المساحه بتاعتي هقللها، يبقى انا خدت مستين في نفس الوقت. ده بالنسبه للاشعاعات. طبعا لو انا الصور العاديه انا بلقطها خلاص مفيش مشكله. لو هي الصوره عايزها انا ابيض واسود مش هتاثر لي على الورك بتاعي مفيش مشكله. لو انا لقيت مثلا جدول او حاجه زي كده وعايز احطه كصوره مش هيلزمني ان هو الوان، ممكن يبقى ابيض واسود وات ايفر. شاربنس، شاربنس ديت بنستعملها ليه بقى؟ عشان نعالج الحاجات اللي هي بتبقى فيها هيزنس. احيانا الصوره بتبقى هيزي شويه كده، الشاربنس ده بيحدد لي الاطراف بتاعه الصوره او اطراف الديتيلز بتاعه الاشخاص اللي موجودين، سواء كان اشخاص او ماتيريالز جوه الصوره نفسها. الشاربنس بيحدد لي الصوره بتاعتها. بس انا لو زودت الشاربنس اكتر من اللازم يعني هو ما بيبقاش كويس، لانه بيضيع لي بعد شويه بيضيع لي الديتيلز بتاعه الصوره نفسها. ماشي. يعني ممكن استعمله درجه او اتنين حسب ما انا شايف، ممكن ما استعملوش خالص. الريسايزنج زي ما قلنا لحضراتكم ان انا ما بخلاش اكتر من 1000 بكسل، وهنقول لكم ازاي في البرنامج ان شاء الله بيتعمل الحكايه ديت دي عشان تبقى ايزي تو ترانسفير. لو انا شايف ان الصوره
أكتر لو 1000 بيكسل هيأثر لي على حجمها؟ لو قللت البيكسلز بيأثر على الحجم، بيأثرش على الكواليتي. خلاص هيأثر لي على حجمها، وده هيبوظ لي البحث بتاعي أو الصورة بتاعتي اللي أنا عايزها أكبر من كده عشان الديتيلز بتاعتها واضحة. خلاص أخليها كبيرة وخلاص، أمر لله. يعني قصدي مفيش تابوهات، يعني مفيش حاجة لازم تتعمل. بعد ما بخلص الإيديتنج ماشي، بسيفها في فولدر مخصوص عندي عشان ما تضيعش. الكاتيجورايزيشنز بتاعت الصور بتاعتي مهمة جدا يا جماعة، يعني ان انا مش كل صورة القطها اجي حاططها في اي حتة كده، لا، انا الافضل ان انا اعمل كاتيجوريز، اعمل فولدرز، ده بتاعت الصور بتاعت المشروع الفلاني، دي الصور بتاعت المشروع الفلاني، دي الصور بتاعت سنة 2011 مثلا، دي صور 2010 وهكذا. ده بيسهل لي ان انا اقدر ارجع للصور دي واستفيد منها بعد كده. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان انا ممكن ابعتها عن طريق الايميل. ازاي الايميل؟ بالنسبة للايميلينج البكاسة في خاصية ان انا ممكن ابعتها على الايميل على طول من غير ما اخش. انا المفروض انا عايز ابعت حاجة على الايميل، بخش على الايميل بتاعي تمام واقول له ابعتها عن طريق رسالة. لا، بالبكاسة على طول بديله الاكاونت بتاعي والباسورد، هو بيخش على البرنامج وبيبعتها لي على طول. انا مجرد بس ان انا بحط له اول مرة بحط له الداتا بتاعتي، بعد كده اوتوماتيك انا بحط له بس ان انا عايز ابعتها له، انا عايز ابعتها لفلان او فلان او فلان، بحط الايميل بتاعه بس هو اوتوماتيك بيبعتها لي للي انا عايز ابعتها له. ده الايميل بتاعتي والفيسبوك، لو حد عايز يسالني بعد الدوره في اي حاجه انا تحت امر. اوكي خلاص، حد عايز ينقل حاجه؟ لسه يا جماعه لسه مخلصتش. دلوقتي بالنسبه للسكرين، لو انا هلقط حاجه من على شاشه اوكي، انا ممكن القطها بالكاميرا بتاعتي ماشي، وممكن بيبقى في اوبشنز في الـ في الـ في الاندوسكوبي نفسه او في الجهاز ان انا ممكن اخد ستيل بيكتشر واخدها بعد كده كسوفت وير. ما هو لو تقدر ان انت تبعد اللمبة دي وتتصور اوكي. في بعض الكاميرات ايه هو بيسأل يا جماعة، لو عايز القط حاجة من على سكرين من على شاشة تمام، والشاشة دي فيها اضاءة جاية والكريستال، او طبعا مش الشاشات الجديدة، الشاشات القديمة، التلفزيونات القديمة بالازاز بتاعها بيبقى عامل انعكاس للضوء او حاجات زي كده. هو في بعض الكاميرات مثلا اللي هي بتصور في الشمس، يعني انت لو واقف وراك الشمس تمام، هو بيعمل سبستراكشن للاضاءة الزايدة في الكاميرا دي. بعض الكاميرات ديت بيبقى فيه اوبشن فيها كده، في بعض الكاميرات ما فيهاش الاوبشنز دي، حسب الكاميرا بتاعتك هي بتعمل اليمينيشن للاضاءة الزايدة في الصورة ولا لا. بس مش هحلها كومبليتلي يعني، بس هيقلل منها كتير قوي، هتشوف. ما هو عن طريق البرايتنس والكونتراست اوكي. وفي طبعا في البرنامج لو انت اتصفحت فيه بعد كده فيها فلترز، في فلترز ممكن تحطها قدام الشاشه، بس الفلترز بتزود، يعني مثلا ممكن اعمل فلتر بلاك اند وايت يحولها للابيض واسود لصوره الوان، الفلتر هيزود لي حجم الصوره. يعني لو انا استعملت انا ممكن احول الصوره ابيض واسود بطريقتين، يا اما اعمل لها مونوكروم او اعمل لها ايه فلتر. الفلتر هيزود لي حجم الصوره، انما المونوكروم هقلل لي حجم الصوره، والاثنين هيديني نفس الفانكشن انها هتبقى ابيض واسود. مثل البيكاسا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ان هو بيعمل لي كاتيجورايزيشن لوحده. هو في اول برنامج وانا بسطبه بيقول لي انت عايز تعمل سيرش، هو اوتوماتيك بيجي عامل سيرش للصور بتاعه الكمبيوتر كلها ويعمل لها كاتيجورايزيشن زي ما حضراتكم شايفين في 2008 تمام، صور التاريخ بتاع 2008، الصور بتاعه 2007 2006. انا ما حطيتش اسماء فولدرز وما حطيتش 2008 و2007 دي خالص، هو اوتوماتيك قرا الصور وقرا تاريخ لقطها لان كل صوره بيبقى فيها الداتا بتاعتها تمام، وراح اعمل لهم كاتيجوري لوحديهم اوتوماتيك. وفي كاتيجوريز ثانيه في عن طريق الناس البيبلز، هو بيلقط الصوره دي فيها
وشوش وناس ولا لا، ويحط لي الصور اللي فيها وشوش لوحديها والصور اللي ما فيهاش وشوش لوحديها. هو في ايدنتيفاير ذكي جدا ومتطور جدا. لا ده مش اونلاين، ده برنامج انا مسطبه، بس انت حضرتك ممكن تنزله من جوجل. انا هتصط انا نزلته وموجود لحد عايزك. هو 14 ميجا كله، برنامج كله 14 ميجا، ما هوش كتير يعني. اوكي، شوف الكاتيجورايزيشن ديت ميزه مهمه جدا فيه وكويسه جدا. ممكن تنظم لي الورك بتاعي، ممكن اقول له اعمل لي سيرش بس على الديسكتوب وماي بيكتشرز او ماي دوكيومنتس سوري. تمام، هو في تو اوبشنز، يا اما يعمل لي سيرش على ماي دوكيومنتس ماشي والديسكتوب، وممكن يعمل لي سيرش على ماي كمبيوترز كله. اوكي، واي صوره جديده بتنضاف على، يعني وانا شغال كده وفي صوره نزلت بيشتغل لاب زي مثلا بي سي ار وحاجات زي كده، طب هل البرنامج ده مناسب ليك ولا في اسئله معينه بالنسبه يعني غير الحاجات الكلينيكال والاكس راي وكده؟ طب الحاجات اللي هي زي مثلا بي سي ار وسلايدز وكده، في فرق في التعامل في البرنامج؟ لا خالص، هو بيتعامل مع الصوره ايا كانت الصوره دي ايه. هو يعني هو ملوش دعوه دي ايه، هو بيتعامل مع الصوره كصوره، هو مش معمول للميديكال، هو معمول للصور العاديه يعني. اصلا احنا هنستفاد منه. تمام. لا خالص لا. هو برنامج صور عادي خالص يا جماعه، ملوش دعوه بالميديكال فيلد اصلا. تمام. الحاجه الثانيه ان انا وانا شغال، لو مثلا وانا بنزل صوره من على النت او في صوره جديده وانا شغال دلوقتي ونزلت على الديسكتوب، هتلاقيه اوتوماتيك جايب لي هنت في الجنب كده بيقول لي في صوره نزلت، ويجي ينزلها عندي على طول. فهو برنامج قوي جدا الصراحه. المهم نبدا بقى. شايفين الصوره دي حضراتكم؟ اتك على الصوره كده دبل كليك، ابتدي بقى العب فيها بقى. شايفين الصوره؟ هل ينفع كده؟ طيب اول حاجه نبدا الاستريتنج. هي الصوره مش سنترلايزد. اوكي، شايفين هو عاملها لي مربعات عشان برضو يساعدني ازاي اعملها ستريت. خلاص، يعني ممكن اخد اي فيرتيكال لاين واعمل له الاينمنت مع الفيمر، مع العظمه لازم تبقى الايند، تبقى ستريت. اوكي، طبعا مش هعمل لها الناحيه دي، الناحيه دي هي الستريت لان دي ديزيز. اوكي، شايفين؟ تمام، على قد ما اقدر اعملها ستريتنينج، وبعدين اقول له ايه؟ ابلاي. كده الصوره بقت ستريت. طب ايه تاني؟ شايفين حضراتكم كده؟ شايفين العلامه ديت؟ شايفين العلامه ديت؟ انا مش عايز ده، ابتدي اعمل كروبينج. اوكي، في اوتوماتيك، في ثلاث موديلز اهو، ممكن يعملها كروبينج كده، ممكن يعملها كروبينج كده، ممكن يعملها كروبينج كده. اوكي، اوتوماتيك، ممكن يبقى مانوال. مانوال بقى يقول لي عايز مساحه قد ايه في قد ايه. اوكي، عايزها دي بالانشز تقريبا ولا بيكسل؟ لا مش بالبيكسل. اوكي، وممكن احط انا ريشيو عايزها كذا في كذا الديستنيشن. خلاص، وممكن سوري اقول له مانوال. خلاص، هو كده قطع لي الصوره زي ما هو عايز. لا انا عايز اعدل فيها، اجي اعمل كده كده. تمام، معلش المشيرة مش مساعداني. اوكي، يبقى انا كده شلت الطروف. ايه؟ لا ده انا اللي كاتبها. ما ده عشان المثال ان في حاجة مكتوب. خلاص، وبعدين اقول له ايه؟ ابلاي.
ممكن اقول له ابلاي او ريسيت لو انا عايز شايف ان القطعه دي مش عجباني ابدا من جديد وهكذا. اوكي يبقى اما انا مانوال هعملها بايدي يا اما انا هقول له عايزها كذا في كذا. ابلاي تمام. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ طيب اولا هعمل في لو في ريد اي طبعا دي فيها حاجات كتير جدا. ريد اي دي احنا لما بنقرا الصوره بيبقى فيها العين بيبقى فيها لون احمر ده بيشيلها لي خلاص. انا هشيل هعمل روتوش بلمشز ممكن اسمحوا لي. انا عندي هنا في كلمه اور او في داتا للعيان مكتوب انا عايز اشيلها. شايفين حجم المشيره قد ايه؟ ممكن اتحكم فيه من هنا ازود انقص حسب الحجم اللي انا عايزه وبعدين اجي على الحاجه اللي انا عايز اشيلها تمام واتك عليها واجي رايح جنبها واجي متك اختفت. عارفين عملت ايه؟ انا هو عمل لي كوبي من الحته اللي جنبها على دي فدارتها بقت كلها ميه واحده خلاص. طبعا احنا ممكن نستعملها في التزوير كويس جدا يعني لو امضى ولا حاجه ممكن نشيلها. يعني انت بتشيل من اللون وتحط على الحته اللي انت عايزها تمسحها. مش اللون، الحته اللي جنبها التكستشر اللي جنبها سواء كانت لون كانت كلام كانت مربعات كانت اي حاجه كانت صوره. يعني انا ممكن اكرر الصوره ممكن اجي وشي واجي واخده واحطه مكرره مثلا او اي حاجه انا عايزها خلاص. اوعى تسمع له في التزوير عشان ما يبقاش عليا ذنب. يا جماعه طبيب حكيم ناجح ابلاي اوكي التكست عايز اكتب اي حاجه بقى على الصوره اي كومنت مثلا تمام. طبعا في امكانيات كتير جدا بقى الحاجات بتاعت الوورد كلها موجوده اذا كانت بولد ولا مايل ولا تحته خط الايند على اليمين الايند على الشمال في النص الحجم التكست اللون اللون نفسه. شايفين حضراتكم البيبت ديت ممكن اخد اللون اللي انا عايزه تمام. الطرف الكلام الاطراف الكلام ممكن تبقى بلون والكلام نفسه بلون فاهم. يعني عندي اوبشنز كتير في السوق في الكلام ممكن اكتبه. اوكي الترانسبيرنسي الترانسبيرنسي الكلام نفسه واضح بلون قوي ولا خفيف زي مثلا الحاجات بتاعت الووتر مارك. الووتر مارك بتلاقي الكلام بس في ووتر مارك ورا بلون خفيف هو ده اللي ممكن نستفيد منه في الترانسبيرنسي. يعني مثلا لو كتبنا هنا مثال مثلا خلاص وبعدين هنا ممكن ادور الكلام كده كل الاوبشنز اللي عندي ممكن اعملها. اوكي ممكن اخدها كده احطها هنا تمام ترانسبيرنسي. شايفين الكلام بصوا شايفين بيبهت ازاي ماشي. اللون ده لون شايفين اللون بيتغير ازاي الحجم نزوده شوية شايفين يا جماعة ده الايدج بتاع الكلام الايدج انا بزود حجمه وبقلله انما الكلام نفسه باللون الابيض هخليه لون احمر مثلا بلاش اللون ده عشان ايه خليه ازرق ونخلي ده بالابيض. شايفين مش لازم نعمل كل الاوبشنز دي احنا عايزين نكتب بلون وخلاص بس انا بقول لكم يعني في امكانيات كتير ممكن نستعملها. هنكنسل بعد كده هنعمل ايه تمام. شايفين الاوبشنز ده اللي بيظبط لي الاضاءه بتاعت الصوره اللي حضرتك كنت بتقول عليها خلاص. وده الاوتو كلر بيظبط لي اللون لو في لون زياده عن التاني الكونسنتريشن بتاع اللون زياده عن التاني تمام بيظبط لي برضو بيعمل لي هارموني ما بين الالوان. اخش هنا على ده الكونتراست زي ما احنا قلنا الإضاءة بتاعت الصورة فول لايت نديكم مثال اهو شايفين تمام. وده الشادوز اللي في الصورة
حسب ما الصوره تظبط معايا. وفي اوتوماتيك تاكا وان كليك يظبط لي الاضاءه بتاعتها اوتوماتيك من غير اي تعب بالنسبه لي. طب انت في ده الكلر تمبريتشر اللي هو طب انت في التظبيط هل في ريسك لما اخد الصوره واحطها بعد كده على بروجرام تاني باوربوينت او كده او فاجئ بشكل مختلف، او ان البروجيكتور يطلع لي الصوره غير ما انا كنت شايفها على الشاشه؟ لا لا لا، هو الصوره حضرتك احنا كل ده ماشي لسه ما عملناش سيفنج. يعني قصدي يعني الصوره زي خلاص الصوره زي ما هي مفيش كلام. ولو نعتها على ابل نفس الحكايه. اه الصوره ايه؟ ما احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. اوكي خلاص، يبقى ده بالنسبه للاضاءه، ودي مهمه جدا الخطوه دي يا جماعه، ان انا اظبط الاضاءه بتاعت الصوره لو هي فيها اضاءه زياده لو هي مضلمه شويه، اقعد العب في الاضاءه لحد ما اظبط الاضاءه بتاعت الصوره برايت والكونتراست بتاعها. وده السؤال اللي حضرتك كنت بتسال عليه. ده ماشي خلاص يا جماعه، ده اللي هما الايه الفلترز مش المونوكروم. انا ممكن ازود اللون اللي انا عايزه. اوكي ده الفلتر بتاع البلاك اند وايت، وده هيزود لي الحجم خلاص، وده المونوكروم بيحولها لي المونوكروم. ما هي دي بلاك اند وايت مونوكروم. فين يا بيه الفلتر؟ يبقى اندو بقى ده عشان يظهر لي الايفكت اهو نفسه، بس دي صوره ملونه حجمها كبير. ممكن اخليها سيبه، ممكن اخليها شارب، في حاجات كتير زي ما انتم حضراتكم شايفين في ايفكتس كتير. تمام، انا بستعمل اللي يهمني بس، ده اللي انا بقوله انا اللي بنصح بيه، يعني مش لازم تلتزم بيه، حسب ما انت عايز الصوره عامله ازاي استعمل الجهاز. البرنامج فيه امكانيات كتير جدا ممكن تستعملها كلها او ما تستعمل اللي انت محتاجه بس. اوكي طبعا في امكانيات كتير جدا زي ما انتم حضراتكم شايفين، ممكن تخليها نيجاتيف تمام، ممكن تخليها لايتد اللي هي شبه اللايتس اللي هي بتتكتب بيها الاعلانات، وفي الوان كتير من غير الاحمر، يعني شايفين هنا اللون الاحمر في ازرق وفي اخضر، يعني امكانيات كتير جدا بقى ايه ممكن تبقوا قاعدين معاه بقى وتشوفوا القصه دي ماشيه ازاي. اوكي الشاربنس هنا شاربنس عن طريق الشاربنس، انا ما اجيبها لكم برضو اهي ديت، بس دي المثال بتاع الشاربنس هيبان اكتر مع الصوره لو الصوره هيزي، بس انا للاسف ما لحقتش هجهز لكم الصوره هيزي. لو الصوره هيزي بيحدد الصوره بتاعتها، بس انا عايز اوريكم ان الشاربنس الاماونت بتاعتها لو انا زودتها بتلاقي الديتيلز بتاعت الصوره بتختفي. بصوا ايه إيه لا، هنا في الشارب في الايقونه دي مش موجوده، انما في حاجات تانية هنا السوفتنينج والبوستنج ممكن نستعملها. بصوا يا جماعه يعني جربوا كل حاجه بقى وشوفوا ايه اللي ايه هيظبط الصوره معاكم. انا بس انا بفتح لكم يعني ده كشاف، انا لايت على كشاف لايت بس على الموضوع ده تمام، وانتوا بقى استعملوه زي ما انتوا عايزين. حضرتك انا برضو جاوبت على السؤال ده، انا بقول لك بلاش تستعمل الايديتنج بتاع البرامج الايديتنج بتاعه الكمبيوتر بتاع ده، الاوبشنز بتاعه الكاميرا او الموبايل حسب كل موبايل وامكانياته. يعني في موبايل بيبقى قوي جدا في البيكسلز بتاعته وفي الصور والكلام ده كله، في موبايل قوي في الاتصالات، في موبايل قوي في الانترنت، يعني حسب كل امكانيات كل موبايل او امكانيات كل كاميرا وحسب سعرها. انا ما اقدرش اقول لك ان في امكانيه ولا لا حسب الحاجه اللي معاك. اوكي يا جماعه، بعد ما عملنا الايديتنج بتاعنا وبعد ما ظبطنا الصوره، حد عايز يظبط حاجه في الصوره تانية؟ اتفضل.
انا لسه مخلصتش يا جماعه، لو حد يعني لسه فاضل لي حته صغيره. اتفضل. هو انا ما انا قلت دكتور روسان ممكن يرد على كده. لا وهي فعلا انت لازم يعني في الجورنالز محدده انت مسموح لك بايه، يعني دي جزئيه مهمه. ده غير ان فعلا هو الدكتور ايتبع هيقول لكم ان كل الصور دي يعني ممكن الجورنال يرجعها، يعني يرجع للاصل بتاعها يتاكد انت فعلا لاعب فيها لغايه قد ايه. انما بصراحه يعني يعني احنا دايما يبقى شغلنا نحاول تو كلاريفاي لكن مش تو تشينج. نرجع تاني للاخلاق يعني. اتفضل. لا ده مش موجود هنا بس ممكن بال لا لا مش لازم مش ما فيش امكانيات الرسم، هو في امكانيات الكتابه بس. لا ما فيهوش. لا تمام، في برامج تانية بتعمل الكلام ده كله. تفضل. ما انا بقول واتيفر انت جبت الصوره منين اوكي، جبتها مع الميكروسكوب مع الكلام من ده، اي ديفكت انا بصلحه بالايديتنج بروجرام بتاعتي. افرض الصوره اللي انا خدتها ما فيهاش اي عيوب خالص، خلاص انا مش محتاج الايديتنج. ممكن تعمل بروبنج سيركل مش ده سؤالي، يعني بدل ما تعمل بروبنج ستريت لاينز عايز تعمل بروبنج سيركل. هل في حاجه كده؟ هو ما فيش امكانيه هنا في اللي هو بيعمل لك كروبنج سيركل، بس في امكانيه في برامج تانية. طب انا طب بصوا يا جماعه بس عشان ايه اخر حاجه عشان ما نخسرش الوقت، الايميلينج زي ما قلت لحضراتكم بتحط حضرتك الايميل بتاعك تمام اول مره بس، وبعد كده بتحط بيطلب منك الايميل اللي انت عايز تبعت له الرساله، تحط يعني في الاول بتغذي البرنامج بالداتا بتاعتك الايميل والباسورد تمام، عشان اوتوماتيك البرنامج هيخش على الايميل بتاعك تمام ويبعتها، بس انت لازم تغذيه بالايه بالايميل اللي انت عايز تبعته له كل مره. اوكي دي الايميلنج. او انا عشان ابعت الايميل لازم اخش على موقع الايميل بتاعي، احط الايميل والباسورد وبعدين اخش على الايميل اقول له عايز ابعت رساله جديده واعمل ابلودنج للصوره تمام، وبعد كده احط الايميل اللي انا هبعت له، يعني هبعت لفلان مثلا هبعت لحضرتك، يبقى لازم احط الايميل بتاع حضرتك. البرنامج بيفتح لي ان انا في اول تصطيبه خالص ان انا بحط له الايميل بتاعي والباسورد بس، هو اوتوماتيك بيجي متصل بالايميل بالموقع بتاعي ومحمل الصوره وبعتها للشخص اللي انا عايزه، بس انا لازم احط بقى الايه الادرس الراجل اللي انا هبعته له بس مع كل مره، بس اول مره بس انا بحط الداتا بتاعتي. اوكي الحاجه الثانيه لو انا عايز اعملها برنت دي حاجه مش محتاجه شرح، الاكسبورت. الاكسبورت ده اللي انا بقول لكم ان انا بظبط البيكسلز بيه. ثواني معلش بس عشان الصلاه خلاص. البيكسلز انا ممكن اتحكم في البيكسلز هنا ان انا ازودها او اقللها خلاص، ده هيأثر لي على حجم الصوره الابعاد بتاعتها مش الكواليتي بتاعتها. اوكي تمام، ما نزودش البيكسلز، كل ما نزود البيكسلز كل ما حجم الصوره بيزيد، فبتبقى صعبه في الترانسميشن عن طريق النت خلاص.
او لو انا عايز ابعتها من موبايل لموبايل او كلام ده بتاخد وقت اطول. كل ما قلل البيكسلز كل ما حجمها بيقل. ماشي. الافرج بقى فين؟ ما هو مش هنروح في الاكستريمز، خليكم اراوند الالف. خلاص. لو عايز احط لها ووتر مارك عشان مثلا ممكن احط لها اسمي او اي حاجه عشان ما حدش يسرقها بعد كده او ياخدها ينسبها لنفسه زي ما في الحاجات اللي موجوده. خلاص. ممكن اعمل لها ريسايزنج. المهم مش مهم الخطوات دي، اهم حاجه بس هي البيكسلز والايميلينج. اوكي. في امكانيات كتيره جدا في البرنامج. تمام. يعني مثلا الايقونه ديت حضرتكم بتخشوا على جوجل ايرث، الجوجل ايرث بتشوفوا صور موجوده لدبي مثلا او حاجات من دي، الصور دي ناس حطاها بالايقونه دي، بتخش على جوجل ايرث وتقول له الصوره دي حطها لي لموقع بتاع، يعني تحدد الموقع اللي انت عايزه وتحمل الصوره دي عليه. يعني ممكن اخد صوره لبيتنا واجيب موقع بيتنا واحط الصوره دي على الايه، على جوجل، عشان الناس بتعرف بيتنا شكله ايه مثلا. اوكي. دي موجوده، الامكانيه دي موجوده هنا في الايه، في البرنامج، ان انا مجرد من الصوره عندي انا بس هخش على جوجل ايرث اقول الموقع الفلاني هو هيحملها لي اوتوماتيك، عشان البرنامج ده تبع جوجل فكلهم في بعضهم. يعني بقى يا جماعه عشان الصلاه المفروض نشره 5. اتفضلي السؤال الاخير. اتفضلي. لا، الايميل بتاعك بتاع حضرتك. لو عايز تعملي ايميل جديد هو مديكي امكانيه ان حضرتك تعملي جيميل على الجيميل، بس تعملي اكونت جديد على الجيميل ويبعت لك على الجيميل. شكرا دكتور عيسى. دكتور عيسى بصراحه بتحفنا كل شويه بحاجه رائعه، متشكرين جدا. معادنا واحده الا 5 بالظبط، نقعد هنا ان شاء الله. ان شاء الله. لا يا جماعه برضو لو في اسئله للدكتور عيسى، هو كده كده في محاضره تاني بعد الصلاه في السيشن الاخرانيه، فممكن تكتبوها بحيث ان حتى كمان في الدسكشن اللي في الاخر تسالوا عليها. شكرا.